انسى يا زلمه انسى صاحبتي واقع واقع ولك ولك بح... اذا من امبارح بتحكي معي 30,000 مره يا زلمه وتبعث لي مسجات ويا دوب ملحق عليها يا زلمه فكني اذا ما انت عارف كيف تمشي على 7000 حبه والله ما انت عارف ايش اثبت لك يعني تعال تعال اوقف منو اذا ما بدرن لك عليها وبدي افتح سبيكر ها انت صدق بس رنينا هاي سبيك انت عارف بس الو من اول رن الو هاي عمري هاي يا بيبي هاي يا حبيبي كيفك انا منيحه كثير مشتاقه لك يا حبيبي وانا كمان وانا كمان شو وينك صدق انا عيني هلا ما هو عم بساعدها بتاكل ايش تعمل والله انا عيني يعني ما قاعد مع صاحبي حبيبتي بدي اسالك كنت يعني فين يعني شو في عندك انت بالدنيا غيري معقول تسالني هيك سؤال حبيبي انت قلبي انت عمري يا عسل يا عسل انت يا عسل حبيبي اوكي حبيبتي انا بس حبيت اطمن عليك يلا اوكي احبك باي شو حبيبي شوف يا زلمه هناك دورك مسجات هاي يعني هذا خلاص المفروض هون تصدق احضر كل المسجات هلا يا كمر صحيح دمك ايه فين تعالي وين تعالي 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 وين شو بتسوي هون ايه شو بتسوي هون انت انت شو بتسوي هون يس لا ما انا قاعد مع صاحبي شو حكي يعني بلطشك شو يعني انت لا انت قلتي انك عند امك خلص مالكش خلص ايش بدك انت انسي انسي انا مشيها بعدين بحاسبك تعالي تعالي تعرفك على صاحبي مش معقول مش معقول هاد صاحبي حسن 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 هاي حسن خالد حسن ايه تعرفيه؟ حسن ايه خالد ايه حسن بليز اشرح لك الموضوع ايش اخبار حسن انا بحبه حسن مش بتحبيه حسن والله ما بعرف انا والله ما بعرف تعلم تحكي مع اختي صاحبك